السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي. هذا النهار ان شاء الله نقدم لكم واحد موضوع اللي مهم بزاف، وهو التغذية ديال الأرانب. بجانب هذه الفكرة غادي نقدم لكم حتى الطرق لتقديم العلف للأرانب، يعني كيفاش غادي نقدموا هذه التغذية. يعتمد نجاح تربية الأرانب بنسبة تزيد عن 70% على إمكانية وقدرة المربي في توفير الاحتياجات الغذائية للأرانب في مراحل النمو والإنتاج المختلفة. فكلما كان المربي ذا خبرة ودراية بأساسيات التغذية الصحيحة للأرانب، كلما كانت تربية الأرانب اقتصادية ومجدية أكثر ومربحة كذلك. يعني ممكن أن من الطريقة ديال التغذية ممكن أن المربي أنه يزيد في الدخل دياله، وذلك يعني غير بواحد يعني أنه يحرك شوية مخه ويخدم الأكل المناسب لكل عمر. يتكون غذاء الأرانب عموما من عدة عناصر، والحق خاصها تكون هذه العناصر متوازنة في جسم الأرنب، وذلك على حسب العمر ديالو. أهم هذه العناصر وهي البروتين سواء كان نباتي أو حيواني، وكاين الألياف الطبيعية الخام، يعني الحوايج الخام اللي كنعطيهم له، وكاين الدهون التي هي عبارة عن طاقة، وكذلك كاين الفيتامينات اللي هي ضرورية بالنسبة للجسم الأرنب. كذلك ما ننسوش الأملاح المعدنية، وأخيرا وهو الأهم لغالبية المربين كيتلفوا في القضية ديال واش نعطيو الماء الأرانب أو ما نعطيوش. الماء ضروري 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 للأرانب، إن أي حاجة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي حاجة يعني فوق وجه الكرة الأرضية فإلا وخصها الماء، إن الماء ضروري ضروري للأرانب. إذن ما هي طرق تقديم هذا العلف للأرانب؟ غادي نقسموها على 4 ديال النقاط. أول نقطة وهو نظام الوجبات، بحيث يجب أن يكون هناك نظام لتقديم العلف. يعني هذاك العلف اللي غادي نقدموه لهم ماشي غادي نجيو نبقاو نقدموه لهم سداح مداح كما كيقولوا، غادي غير نجيو ونبقاو نعطيهم يعني الوجبات. لا، خاص يكون داكشي في مواعيد مضبوطة باش يستطع الأرنب الاكل ديال الطعام بكامله، ما يخليش فيه، ما نبقاوش نحطوا له فوق الطاقه ديالو تيولي حاط الماكله وهو صافي يعني يتخم، احنا كنقولوا تجي التخمه وما يقدرش ياكل. لا، وكاين هذا التقديم ديال الطعام كيختلف كذلك من الجو البارد الى الجو الحار. يعني مثلا الجو الحار احنا فيه دابا يمكن اعطاء وجبه واحده في الليل صافي، وعلاش كنعطيو غير وجبه واحده؟ خوفا من الاحتباس الحراري. ثانيا، يجب ان يقدم اكل الارانب في العلافه، بحال هاد العلافات اللي عندي هنايا، ما يمكنش نجيب لهم مثلا واحد الصحن ونحطوه لهم ويبقاو هما ياكلوا منه، يعني ونقولوا صافي راهما مزيانين، وفي نفس الوقت انهم يديروا فيه الفضلات ديالهم. بطبيعه الحال غادي يوقع واحد نفور من الاكل، وغادي يوليو بعد الاكل غادي يولي كي ما كيتستهلكش، غادي يولي المربي كيلوحو، لان الارنب نفر منه، ومنين كينفر منه حنا كنضيعوا في داك الاكل، وثانيا حتى هو كيجيه بعض الامراض الانتفاخ راه كيجي من الى خليتي الاكل مع الفضلات وكلا منه الارنب. اذا ثالث حاجه وهي يمكن تقديم النباتات الخضراء ولكن بنسب قليلة وقليلة جدا. بحالاش؟
المعدنوس والخص ونبات سفاف اللي ديما كنهضر عليه اللي خاص ب ب ب ب ب ب بالحليب والصغار قبل الفطام، وخاصه الامهات والصغار وكذلك تا الحوامل اللي عاد كيكونوا عشر. اذا رابع حاجه ممكن نهضروا عليها وهو يمكن تعويض السكاليم بالخبز الجاف. علاش؟ لان السكاليم معروف عليه انه غالي الثمن، والخبز الجاف راه هو ارخص مما يكون. وعلاش هذا الشيء؟ باش ممكن المربي انه يوفر شويه ديال 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 الفلوس ويقدر يكمل المسيره ديال تربيه الارانب، لان كل ما كان المشروع طايح عليه رخيص وكاين انتاج الارانب وقدر يبيع وقدر يشيط، ممكن انه يشري عاوتاني اقفاص اخرين وقدر يكمل المسيره ديال المشروع ديال التربيه ديال الارانب ديالو. اذا الموضوع ديالنا راه بسيط ولكن راه مهم بزاف. عاودوا الفيديو، حاولوا انكم تفكروا مزيان في الحوايج اللي قلنا في هذا الفيديو. اذا الناس اللي مازال الفيديو ديالنا راه سالا، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. قناه غاديه بالدعم ديالكم، الشعار ديالنا ديما الخير جاي لقدام وقدام ان شاء الله. تكيو على زر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.